السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ مصطفى. نعم عندي سؤالين بعد اذنك. اتفضلي. انا عندي فلوس في البوسطه بيقولوا حرام، انا باخد الفوائد بتاعتها بصلحها كده صح ولا غلط؟ كده صح. ما باخدهاش. لو انا حبيت اصلح باب او شباك عندي في البيت حرام؟ لا لا تصلحي باب وشباك من اموال الربا. ما صلحتي. الله يبارك فيك.